جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا. بداية الحديث باش تكون بالنادي الافريقي، برشا تطورات البارح كان هبط بلاغ من الهيئة التسييرية، اهم ما جا فيه تعليق على اهم ما جا فيه باش تكون مع عضو الهيئة التسييرية وكذلك عضو قائمة يوسف العلمي مترشحة في الانتخابات القادمة مهدي الغربي. سي مهدي اهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بالضيوف نتاعك. شنو احوالك؟ وحدي فما حتى ضيف بحذايا. ما عندكش ضيف، بخير عندك ضيوف. انت ضيفنا الوحيد اليوم. باهي سي مهدي، هبطوا البارح بلاغ، في تصريحاتكم السابقه قبل كان فما شويه امل، قلتوا صحيح المهمه ماهيش باش تكون سهله، لكن البارح ظهر لي خذيتوا الديسيزيون نتاعكم قبل حتى ما نوصلوا لاجل الميركاتو ولنهايه الميركاتو، علاش البارح بالذات هبط البلاغ؟ باهي هو من اللي تسلمنا، هو بالحقيقه باش العباد تكون على علم ما تسلمنا حقيقه الا بعد قرار تاع قرار الوزاري تاع رياضه وزارة الرياضة، فهمت؟ اللي هو كان بتاريخ 11 فيفري ولا 10 فيفري، لكن انطلق من 11 فيفري معناتها اقل من جمعة. اللي المهمة نتاعنا كانت انه باش نكتشفوا شنو اللي ثم وشنو ما ثماش، خاطر ما تعرف نجموا نتكلموا نجموا نقولوا اللي نحبوا، لكن الواقع والحقيقة حاجة أخرى. دونك كي دخلنا لقينا لي كوت نتاعنا كلهم شايحين أزيرو، لقينا الإمكانية باش نخلصوا الأخطاء هذه عندنا ثلاثة تلو بيست. بون من الأول في بالنا للبيست نتاع الجمهور وهو مشكور كل فوا، معناها ما تنجمش تكون هو الحل الوحيد خاطر مبلغ كبير برشا. دونك كان عندنا البيست نتاع الجمهور، البيست نتاع لي سبونسور، والبيست نتاع القرض، فهمت؟ دونك البارح تأكدنا نهائيا بعد ما احنا درنا على برشا بنوك وخاصة البنك اللي هو مانيش باش نسميهم اللي باش يكون يعني بارتنير تاعنا في العملية هذه، استحالة انه تكون المبلغ هذا يتوفر في ايام هكاك معناها في ثلاثة أربع أيام، معناتها ثم دي كوميسيون اكسترا اللي هو كان بريفيزيبل، فهمت؟ لكن ما تنساش اللي من ناحية أخرى كنا ديما في أمل الكلام اللي قاله سي عبد السلام اللي هو باش يخلص وباش يخلص ومستثمر ومستشهر اكسترا. دونك البارح تقول لي علاش البارح؟ خاطر البارح تأكدنا نهائيا اللي القرض ما نجموش نخلطوا له، واللي المستشهر نتاعنا البرنسيبال اللي هو قطر ايرويز ماهوش باش يوفر بالطريقة بالسرعة اللي حسنا بها الأموال هذه. ولذا لازم عندنا شوية وقت، هذاك علاش خرجنا البلاغ باش نحاول نلقاو حلول مع الملاعبيه هذوما اللي جاونا لقيناهم اللي شو كونترا مع النادي واللي لازم نلقاو معاهم حلول باش نخفوا الاضرار على الجماهير. سي مهدي قلت المشكله في اجراءات اداريه، معناها الفلوس كانت متوفره، كانتوا باش تاخذوا باش تجي الفلوس، معناها حسب ما قلتوا زاد في مارس هذا، ما كانش تنجموا تسرعوا فيها اكثر الاجراءات الاداريه، معناتها ما تصورش مشكله كبيره ولا لا؟ في تونس مشكله كبيره هذه. والله والله مشكله، معناها انت تعرف معناها في الدومين هذا باش تاخذ قرض بالمبلغ هذاك يلزم تعدى على بليزيور كوميسيون في البنك، ومشكور كل فوا سي حمادي بوصبيح خاطر معناتها احنا معولين على العقد نتاعو هو اللي باش يخول لنا انه ناخذوا مبلغ مهم، معناها مبلغ مهم اللي يفوت 5 مليون دينار باش نجموا نواجهوا به الخطايا هذوما في الاجال المطلوبه بالنسبه للمرحله الاولى. لكن احنا من هالاول قلنا كان ما ناخذوش ما نخلصوش الخطايا نتاع الفيفا في البريود نتاع افون لو 21 فيفري باش نعملوا البرنامج نردوه على مده اخرى اللي هي في جوان. لكن احنا اكتشفنا وقت اللي دخلنا في الموضوع ودخلنا في لي باساسيون اللي عندنا برشا ملاعبين سو كونترا اللي سوبوزي باش ياخذوا باش نسجلوهم في الفتره هذه، واللي كان ما يتسجلوش ينجر عندهم مشاكل اخرى، فهمت؟ بالرغم اللي البعض منهم خالص، وانا ديجا بلغت به الكلام هذا قلت لهم خالصين ملاعبين صحيح خاطر خالصين في اكثر من 90%، لكن توا كان ما نلقاوش حلول في تسويه الوضعيه نتاعهم باش تكون عندنا خطايا اخرى اللي توصل حتى وحللناها وعندنا الشيفر نتاعهم في قرابه 8.7 مليون دينار. 8 مليارات خطايا نحكي هذوما الملاعب. بس مهدي نقطة مهمة قلتها، خاطر 8 مليارات 700 ملاعبية زريكا هاو جدد، معناها هذو هذه الخطايا اللي تنجر عنهم كان توا ما نسويوش الوضعية قبل 21 فيفري. معناها كانت عندنا قنبلة كانت مخبيه، هذا اللي قلناه احنا كي باش نجيو الهيئه التسييريه هذه باش نحاولوا نحلوا رقجه الكل، معناها نحلوا حال رقجه الكل باش ما تصيرناش حكايه اخرى، فهمت؟ دينا خطايا ودينا قضايا ودينا. دونك توا يلزمنا نخلصوا مبلغ مهم برشا معناتها في قرابه 300 ألف يورو
بجمليه انا معناتها كل واحد وكيفاش الموضوع نتاعو. المهم سي مهدي مهمه برشا، مهمه برشا النقطه اللي قلتها بالنسبه للجزائريه، معناها مش هما غالطين، معناها الكلوب غالطه، معناها هما الملاعبين نعرفوا ان كل واحد مشى للجمعيه نتاعو معناها وخرجوا اخلوا بالعقد نتاعهم، كنا نظنوا معناها الكلوب عنده حق على الملاعبين هذوما، لكن قانونيا هما عندهم حق هكا. نعاود نوضح لك عايش خويا بور لا انيام فوا، راهو كان احنا عملنا رفع الانتداب، منع الانتداب، راهو الملاعبين هذوكم ندخلوا في قضايا معاهم في الفيفا و99% رابحينهم القضايا. واضح. على خاطر هما عندهم عقود مع النادي الافريقي. واضح. لكن ما دامك انت ما اهلتهمش اوبليغاتوارمون باش يمشيو للجمعيه الاخرى، خاطر باش يشكيو بيك يقول لك انت ما اهلتنيش. فهمت؟ معناها هذه الامور قانونيه ممكن يفسر، كان تعمل دي بلاتو افيك ان جوريست يفسر لك بالضبط الحكايه هذه. وانت هو راهو جوسكا مانو كان توا يجي عبد السلام اليوسي يخلص الخطايا تو نقلبوا الايه نوليو احنا طالبينهم باش يجيو يرجعوا يلعبوا في الجمعيه، على خاطر عندهم عقود مع النادي الافريقي وعقدنا معاهم هما احنا قبل العقد نتاع اي جمعيه اخرى. في حاله انه مشكل وخالصين في اكثر من 90% من فلوسهم. في حال لكن توا ما دامنا احنا ما عملناش منع الانتداب هو ما تفكرش راهو ديما نقول مازال محلول. أي. لكن انا ما عادش نمن بالكلام تاع سي عبد السلام خاطر كل مره يمني فينا وفي الاخر توا اكتشفنا ان ثم كارثه اخرى لازم تصير لنا لازم نفكروا. باش نجيك سي عبد السلام اليونسي بعد شويه سي مهدي، معناها انتم الملاعبيه قاعدين تتصلوا بهم قاعدين تحكيوا معاهم؟ قاعدين نحكي معاهم خويا، قاعدين نحكي معاهم ونتفاوضوا معاهم، خاصة الملاعبية اللي ما أصروا باش يلقاوا حل مع النادي الفريقي، مش كيما الملاعبية اللي مشاو ديجا، فهمت؟ اليوم هذوكم معناتها بالنسبة لهم سي طويو صفحة نتاع النادي الفريقي، وطالبين النادي الفريقي في مستحقات اللي مازالوا ما خلصش في شهر ولا في شهرين ولا، وخاصة زاد الجمعيات نتاعهم. في حالة الديتاي هذايا الكل، الديتاي هذايا الكل توا يخرج نهار. في حالة توا بور لو مومون خلينا مركزين باش نحاولوا الملاعبيه اللي قعدوا لنا نلقاو معاهم حلول الاميابل، اللي باش يكمل اللي باش يستنى ولا اللي باش يمشي باش ياخذ مستحقاته وما يشكيش. في حالة انهم يمشيوا يشكيوا سي مهدي والكلوب نعرفوا الناس كل معاقبه من الانتدابات والملاعبيه هذم جاوا في فتره العقوبه، هذا تنجم تصير عليه عقوبات اخرى ايضا؟ والله هذه امور قانونيه معناتها نجم الانتربريتاسيون تقول اللي انت ممنوع من الانتداب بصحح عقد الفيفا تنجم تنظرها بمنظره خايبه معناتها ما نعرفش كان هنا قانونيا هذا فيها انتربريتاسيون ولا لا. الحقيقه ما نجمش نجاوبك ماهوش اختصاصي. واضح باهي صحيح. انا توا جو اون تران دو ديكوفير لي دوسي مالوروزمون. باهي قلت لي قبيلك عبد السلام اليونسي ما حبش يخلص ولا حاجه كيما هكا، انا نعرف اللي اتصلتوا بهم، انت اتصلت سي سامي المقدمي كما اشغالته، سي حامد مبارك كلم عبد السلام اليونسي على الموضوع. انا كلمته سي عبد السلام اليونسي بابلوتار كير. على الخلاص. ساعه معاه في التليفون باش نقول له ثم وعود عملتها اللي انت باش تدفع، باش تدفع الكاميرونيين، باش تدفع وخاصة هذوما الملاعبية هذوما، معناها انت توا رئيس نادي، سامحني يمكن أول مرة باش نكون أجريسيف معاه، انت اليوم رئيس نادي، نادي ممنوع من الانتداب، تجيب في ملاعبية بالمبالغ هذه الكبيرة، تسمع؟ وما تخلصهمش، وما نأهلوش، شنو على شنو ناويين معناها؟ نجم نفهم حاجة برك، على شنو ناويين؟ شنو كانت إجابته سي مهدي؟ شنو كانت إجابته كي طلبتوا الخلاص منه؟ والله ديما اجابته بالتمنيات، انا باش نخلصها باش نقلها وعندنا هذا فيه حلها وعندنا انا خويا ما لازمو ما تعلمتش هكاك، انا عندي مشكل لازم نحله بالتي احسن بالتراضي بالعارك بالتحبيت ما يلزم له يتحل. في البيان نتاع البارح قلتوا حمايه القسط الثاني من عقد القطريه، كلمه حمايه يا اخي كان مهدد هو القسط الثاني سي مهدي؟ والله احنا توا مطالبين باش نفهموا القسط الاول وين مشات المبالغ نتاعو، وين مشى، وين شنو اللي خلص شنو اللي ما خلصش، كي نشوفوا الملاعبيه ماهيش خالصه، كي نشوفوا فهمت معناتها هذا كله للاسف نعاود نقولها لك، احنا توا ثلاثه من الناس في الهيئه التسهيليه وجبنا معانا شكون باش يعاوننا بالطبيعه، لكن في اقل من اسبوع ما نجموش نعملوا هذا كله، معناها سي دي زوديت ابروفوندي كيف يتر في باش نحاولوا نشوفوا لا ترافابيليتي دو تو لي كونت باش نفهموا وين مشات الفلوس، حتى لي كونت نتاعنا كلهم مصفرين. اللي انت سمع وقل وسمى صحيح، لكن الفلوس معناها ما نقولكش ويني خاطر كلمه كبيره باش نقول وين الفلوس، يلزمنا نعملوا نشوفوا شنو اللي خلص شنو اللي ما خلصش باش نجموا نتاكدوا من اي كلمه نجموا نقولوها اللي تنجم تكون كلمه موجعه. في كلامك مع عبد السلام اليونسي اكيد سالته السؤال هذا وين من الفلوس؟ والله كي سالت عبد السلام اليونسي قال انا صفت اكثر من الفلوس اللي دخلت لي. معناتها هذا الكل طالب التوضيح، معناتها سيسرا فيس وفورم دوديت اكسترا، لكن راهو
السيتواسيون تاعنا معناها مطالبين انه غدوه حتى الهيئه هذه اللي باش تجي اللي باش تكون منتخبه ان شاء الله عندها قصد من المسؤوليه باش تفسر وباش تحلل الجلسه العامه نتاعها وين التقرير المالي وين مشاو الفلوس هذه. شاقلين كلام اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي الفريق مهدد بخصم 6 نقاط، صحيح هذا ولا لا؟ تحب كيفاش تحب نجاوبك؟ صحيح باي طريقه باي طريقه، احنا الملفات اللي عندنا الكل ثم 16 ملف ما ثم حتى ملف في حكم 6 نقاط، ما عرفش من جابوها المعلومة، ممكن من الأدرى أنك تسأل السيد اللي خرج المعلومة ولا الموقع ما عرفش الإنترنت اللي سايب المعلومة هذه. معناتها ساهل برشا باش نخرج ما أي معلومة أنا، أنا الدوسيات اللي عندنا 16 دوسي حليناهم دوسي بالدوسي، ما ثم حتى دوسي فيه عقوبة 6 نقاط، الكلهم فيهم خصم منع الإنتداب. واضح واضح. به سي مهدي كنت وعدت وظهر حسب البيان كيف كيف بالخلاص في مارس، عندكم وعود الفلوس تجي وقتها؟ في مارس معناها بالنسبه للبنك كان باش تعطينا الفلوس باش تكون في مارس، كان ما تعطيناش في مارس لازم نلقاو حلول اخرى، والهيئه اللي باش تجي الجديده عندها مخطط هذا هي فهمت؟ دونك ان شاء الله ان شاء الله. شوف راي الاولويه نتاعنا هي انه ان ان نمنعوا النادي الافريقي من 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 الكابوس هذا نتاع الاخطاء الفيس، باش نجم نبنيو على قاعد، باش ما يجيوش يعني ولات الناس الكل تشكي بالكيوب، الناس الكل معناتها كاني وحده ولات فهمت، معناها احنا توا بور لو مومون يلزمنا نوقفوا النزيف هذا نتاع الاخطاء نتاع الفيس، ديفينيتيفمون اون فوا بور توت، ونعملوا على اولادنا ومن بعد الانتدابات توا يجيو وتوا يجي كل شيء وراه. قلت لي من فما لاعبين قاعدين تحكيوا معاهم، فما لاعبين مشاو، من اللي قاعدين ما تحكيوا معاهم شريف الوزاني كان هابط البارح حتى تدوينه ليه، اكد انه باش يمشي بري، معناها المستقبل جيش حسب ما في بالي انا. اي والله شوف ما نجمش نقول لك حتى شيء الا ما الا ما الا ما الا ما يتم التعاقد ويتم ديفينيتيفمون الحل بالتراضي، ثم برشا لاعبين معناها معناتها ايزون اكسبريمي انه يحبوا يقعدوا في الكلوب اكسترا، واحنا بنلزمنا نلقاو الحلول معاهم. نجموا نعرف شكون اللاعبين اللي نجموا يقعدوا معناها، فما لاعبين كمشات كما بن عياده ابو ثمان نيجي. حتى في الوقت الحاضر نحكيو فيه باش تتم، وثم اجتماعات باش تتم العشيه، دونك ماذا بينا ان شاء الله وقت اللي يكون كل شيء اوفيسيال تو نخرجوا على الباج اوفيسيال نقولوا شنو عملنا وشنو ما عملناش. واضح. فاش نجحنا وفاش ما نجحناش. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك سي مهدي الغربي على كل التفاصيل ما ديتنا به. دونك كان هذا مهدي الغربي ظهر لي الأخبار المهمة اللي خذيناه. فما مبلغ أكثر من 8 مليارات نجم تصير عقوبة جديدة للنادي الإفريقي في الأيامات القادمة، عقوبة خاصة بعقود الملاعبية الجزيرية، معناها لازم خلاصهم في أقرب وقت، يعني الملاعبية دايز يفسخوا عقودهم، الإفريقي ما استفادتش منهم، ما لعبوش حتى دقيقة، ما لعبوش حتى ثانية في الإفريقي، وباش يخرجوا الملاعبية هذم نقطة استفهام كبيرة، وين مشات الفلوس، كيفاش يجيو، كيفاش خرجوا، فاصل ثم مكملين في